السلام عليكم يا جماعة، ما أدري كيف أختصر الموضوع هذا في دقائق، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين. في آية ثانية يقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. آيتين تقريبا في نفس المسار، لكن في آية ثالثة تشتتك تخليك تروح بعيد. الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. طيب دام مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق مشيئة الإنسان، ليش لما يذنب الله سبحانه وتعالى يعاقبه؟ دام يعلم بالشيء هذا، يعلم أن الإنسان بيعصي في الوقت الفلاني وبيطيع في الوقت الفلاني. وفي آية رابعة الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب دائما الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء ومشيئة فوق مشيئة الإنسان، ليش لما يذنب الإنسان يعاقب؟ هل هذا ظلم؟ جل الله تعالى اسمعني، أي حدث يصير في حياة الإنسان ما يتعدى أمر، إما إنه إجباري أو إنه اختياري. إجباري الأشياء اللي مالك يد عليها ولا سيطرة، مثل ولادتك ولونك وجنسك وعرقك ومرضك وشفائك ووفاتك، أو إنه اختياري مثل إنك تشوف المقطع هذا الحين، أو إنك تقرر إنك تتعلم أو تحضر محاضرة فلانية أو تروح الجامعة وترجع منها، هذا اختيار. كذا أنت الإنسان الله ميزك بميزة ما هي عند أي مخلوق ثاني، حتى الملائكة، اللي هي الاختيار والمشيئة والإرادة. عشان كذا أنت لما تروح الطاعة وتروح للمعصية كلاهما بإرادة الله، لما أراد لك أن تكون حرا مختارا فاخترت إما الطاعة أو المعصية. الله سبحانه وتعالى لما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، تفسيرها ما هو على ظاهرها، تفسيرها عميق جدا. تفسيرها أنك أنت الإنسان ما أصبحت ذو مشيئة إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خلاك ذو مشيئة بفضله. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ويقول ولا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى ما يرضى للإنسان إلا الطاعة والخير، ولا يرضى له إلا الجنة. عشان كذا حكم اختيارك دائما، ووزن اختيارك ولا تتجه إلا للصواب، ولو أذنبت فالله غفور رحيم، لأن الله سبحانه وتعالى وجهك في حياة صعبة جدا، وصعب إنك ما تذنب، مستحيل إنك ما تذنب، عشان كذا بيغفر لك ويرحمك فيه كل مرة ترجع له. شغلة أخيرة، الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال دائما، والإنسان سبحان الله دائما يستوعب بالأمثال، وتعالى الله عن هذا المثل. لكن لو افترضنا رئيسي ويختبر أمانة موظف عنده وأعطاه سلم مبلغ كبير وخلى أعطاه حريته، والموظف هذا اختلس جزء من المبلغ، هل الرئيس دف الموظف لخيانة الأمانة؟ لا نهائيا، ما أجبره ولكنه يمتحنه. والله سبحانه وتعالى ما وجدنا في هذه الدنيا إلا ليمحص الذين آمنوا. من اللي يستاهل يدخل الجنة؟